الجزائر اليوم مؤهلة أن تكون مؤهلة إلى كان تنال شرف تنظيم كأس إفريقيا. أنا نقول أنها ستكون يعني لها كل فيها كل الشروط كل المؤهلات باش تنظم كأس جيدة لترتفع وترفع كرة القدم في الجزائر، المنشآت في الجزائر كذلك. إن شاء الله ننال شرف تنظيم هذه الكأس وما نستبقش الأحداث على كل حال. أكيد.